على هيدي اللي شو اسمها، اذا بشوفها بدي اقتلها، فاهم؟ اسمعيني منيح رانيا، انا ما بروح على المدرسه لاني ماني مستعد اسمع حكي بشع من العالم، واللي بيقول لي كلمه بقتله. يعني هو بدك تروح على المدرسه؟ انت كمان لازم تتركي. ما هذا رح يترك المدرسه، حياتنا رح تكفي عادي. وبالدفن اجت نانون لعندي وقالت لي انه رح توظفني بالمعمل ومعاش منيح كمان. انا ماني عم احكي على المصاري، عم بحكي على الصيت. يا شو خصنا بالصيت نحنا؟ هي اللي غلطت وهي انحبست مش نحنا. مين ما بيقلكن هيك هيك بتجاوبوا، فهمتوا؟ فهمتوا؟ طب بركي البنات مظلومين. لما خلتها لسهى فهم من بينا انه قالوا لي بمصر انه سهى هربانه وباسبورها مع البوليس، وبتقولي لي مظلومين؟ مش عم بقدر صدق. لو بدي شوف ريم بعيوني ما بصدق انها ممكن تعملها. راح يطيروا ضبانات عقلي يا عالم. انت اللي راح يطيروا ضبانات عقلك امي. شو بتقولي عني انا؟ انا اللي خاطب بنت وبحبها محبوسه دعاره. شو بقول انا؟ يا رب تنجينا. ربطوا ايدي. من شي قليل ما تتفقع المعطره؟ اريح لها. والله العظيم اريح لها. ما بتصدق شو زعلان مني يا امي. بتصدق. عندي القدرة إذا بشوفها أتمنى معصب وزعلان اقتلها. لا ابني الله خليك، لا بدنا نشوفها ولا بدنا نقتلها. هي أنجع كانت خطيبتك، لا هي مرتك ولا أختك ولا أم ولادك ولا شيء. من ساعة وخلصنا. 100,000 بنت بتتمنى عليك. فاهم؟ بدك شغله عندك. أنا وعدته للشاب. طب مين قال لك توعديه؟ أنا ما قلت لك ما بدي حدا من قطر هالثلاث بنات يجي لعندي على المعمل. شو صاير لك رشيد؟ ماي ماتت وإمها لريم ماتت وبعدك عم تحكي هالحكي؟ أنا ما شحتهم للبنات. هن فلوا وبالمخفي كمان. الله يرحم اللي ماتوا والله يغفر لهم. وأنا من هالناحية ضميري كتير مرتاح. بس أنا لا. ضميري مش مرتاح. ليش؟ ليش ضميرك مش مرتاح؟ انت شو خصك بهالمصايب اللي وقعت على راسنا فجأة؟ انا ضميري مش مرتاح لانه بفترة من الفترات كنت مبسوطة بهالعرض وقلت لك انه هيدي فرصة حلوة إلهم. يا ريت شكيت، كنت نبهتهم. نبهتيهم على شو؟ عن شو عم تحكي؟ مين قال لك ما كانوا عارفين؟ مين قال لك هن ما عرفوا لوين رايحين وقبلوا؟ وبعرف عم بحكي شو ما كان. مش قادرة أصدق إنه البنات يعملوا هيك وكل الضيعة تنكرهم. مين بيقول إنه أم إبراهيم هالأم الحنونة اللي بتعطف على الكل موت هيك على الطريق ما حدا يجي على دفنها ولا حدا يعزي فيها؟ أنا زعلانة زعلانة رشيد. مش هيك عم اقول لك، الصبي لازم يشتغل بالمعمل. خطيبة لريم شحته من الشغل واخواته صغار. طيب اذا ريم غلطت معقول نترك اختها الصغيره هيك بدون معيل حتى تغلط غلطتها؟ ما بكفيهم هالمصيبه اللي واقعين فيها المعطرين؟ طيب شو بدنا نشغله؟ بالموتور برا، بالصيانه، بيساعدوا للاستاذ شبلي. طيب يمشي. خي ريحت لي قلبي. الله يريح لك قلبك. من اي متى قلبك كثير حنون هالقد يا نجيب؟ انا رايح انام، بس تخلص العشاء سكر الباب وراك. لوين رايحه؟ كف العشاء معي. اديني التليفون فهد. الو نعم، ممكن اتكلم مع استاذ وليد؟ عم يحكي امور. حضرتك خطيب الانسه ريم مش كده؟ انا كنت عارف طالما الاتصال من مصر يعني من يلي ما بتتسمى.
عشان هيك بقت عمرنا. ايوه بس انت لازم تسمعني، انت لازم تيجي مصر دلوقتي حالا عشان تقف جنب خطيبتك في محنتها. ريم مش خطيبتي بقى، ما بدي اعرف عنها شيء. وبتقول لها ريم وليد نسي وجهك نهائيا، ما حدا يتصل فيي لهون ويطمني عنها، ما بعرفها. حتى لو قلت لك ان ريم مظلومه وبريئه، حتى لو طلعت اشرف انسانه بالدنيا، بتقول لها هيدي اللي شو اسمها، اذا بشوفها بدي اقتلها، فاهم؟